السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. وزي ما قلنا إن الحلقات دي خاصة بمرحلة الثانوية، أولى ثانوي، تانية ثانوي، وتالتة ثانوي على وجه الخصوص. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنوضح الفرق بين كلمتين، أول كلمة كلمة appreciate، والكلمة التانية كلمة estimate. الكلمتين دول الاتنين they are verbs، يعني أفعال. فكلمة appreciate is a verb يعني فعل، وكلمة estimate verb يعني فعل. طيب معناهم ايه بالعربي؟ كلمة appreciate معناها يقدر، وكلمة estimate معناها برضو يقدر، لكن في اختلاف في الاستخدام بينهم. فكلمة appreciate معناها يقدر جهد او عمل او مساعدة حد قدمها لك. For example، ناخد مثال كده عشان نوضح المعنى. We really appreciate all the help mother and father give us. يعني بيقول نحن فعلا أو حقا نقدر كل المساعدة التي قدمها لنا آباءنا وأمهاتنا. فهنا appreciate all the help يعني يقدر هذه المساعدة، يعني هو ممتن لهذه المساعدة ومقدر لها. أما الكلمة الثانية كلمة estimate معناها يقدر، بمعنى يحسب أو يقدر عدد أو تكلفة أو ثمن لشيء معين. فممكن نقول معناها يحسب. For example، we can't estimate the cost of this project. يعني بقول we can't estimate، لا نستطيع أن نقدر تكلفة هذا المشروع. فكلمة estimate معناها يقدر، بمعنى يحسب عدد أو ثمن أو تكلفة. يعني ممكن زي ما نقول كده مثلا كم نقدر عدد المدخنين مثلا في البلد الفلانية، كم في المية، أو عدد المدمنين في البلد الفلانية. ففي الحالة نستخدم كلمة estimate بمعنى يحسب هذا العدد أو يقدر هذا العدد. وبكده يكون وضحنا الفرق بين كلمة appreciate اللي معناها يقدر جهد أو عمل أو مساعدة، أما كلمة estimate بمعنى يقدر، بمعنى يحسب عدد أو تكلفة أو ثمن. ودلوقتي مع فقرة الأسئلة عشان نتدرب أكتر ونفهم الفرق بين الكلمتين أكتر، خليكم معانا. Number one، everyone space your valuable role in solving the problem. يعني بيقولوا الجميع بيقدر دورك القيم في حل هذه المشكلة. فطبعا هنا بيقدر عمل أو جهد معين، فنقول everyone appreciates. Everyone appreciates. Number two، she says that the work would take 3 weeks. يعني هي بتقدر إن العمل ده هياخد 3 weeks يعني 3 أسابيع. فهي بتحسب هنا عدد معين، فنقول she estimated. Number three، the secretary feels that her work isn't fully spaced by her manager, so she's frustrated. يعني بقول السكرتيرة دي لا تشعر ان عملها مقدر بالشكل الكافي by her manager، يعني من قبل المدير بتاعها. So لذلك she's frustrated، يعني هي محبطة. فهنا مفيش تقدير للعمل او الجهد اللي هي بتبذله، فنقول isn't fully appreciated. Appreciated. Number four، I'm not an expert but I space good works. بيقول انا لست خبيرا، انا مش خبير، ولكن انا اقدر الاعمال الجيدة. فهنا بيقدر اعمال او جهود، works هي الاعمال الفنية والادبية. فقول I appreciate good works. Number five، the police space the crowd at 10,000. يعني البوليس او الشرطة قدرت عدد the crowd اللي هم المتظاهرين او الحشد من الناس دول فيما يقدر 10,000 يعني 10,000. فنقول the police estimated، هنا يقدر عدد معين، estimated the crowd at 10,000. Number four، thanks Eva so much for your help، I really space it. بقول شكرا جدا لمساعدتك دي، I really أنا حقا أقدرها. فهو يقدر هذه المساعدة help، يبقى I really appreciate it. Number five، a good director is the one who his employees efforts. يعني المدير الجيد هو الشخص الذي يقدر
جهود موظفي. فكلمة efforts هنا يعني الجهود أو الأعمال، فطبعا عنابوت هنا يقدر هذه الجهود بمعنى appreciates. appreciates. Number six. The engineers state that the new project will cost $4 million. يعني المهندسين بيقدروا أن هذا المشروع سيكلف أو سيأخذ $4 مليون. فهنا بيحسبوا أو يقدروا عدد أو تكلفة معينة، فنقول the engineers estimated. estimated. Number seven. طه حسين's works are still. يعني أعمال طه حسين الأدبية والفنية، works هنا معناها الأعمال الأدبية، are still praised by writers and scholars. يعني ما زالت مقدرة من قبل writers الكتاب and scholars العلماء. فهنا بيقدروا هذا الجهد أو هذا العمل، وبالتالي نختار are still appreciated. are still appreciated.